سوف نتعرف على يمسف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء حساب خاص على تطبيق تيك توك. نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصية، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الحساب خاص، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التبديل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل حساب خاص، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.